طيب، المصادر الإعلامية أشارت إلى توقيف السلطات التركية لثلاث ضباط بعد حادثة اعتداء تمت على لاجئين سوريين على الحدود، بماذا تعلق على مثل هذه الأخبار؟ أولا يعني الحادثة التي جرت هي مدانة وهي مستنكرة. أولا اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى تركيا هؤلاء فقراء، هؤلاء بسطاء، هؤلاء يهربون من الظلم الذي تسلط عليهم من قبل نظام الأسد أو من قبل ميليشيات البيدي قسد الإرهابية. هؤلاء قسم منهم يدخلون إلى تركيا وهي طريق عبور من أجل الوصول إلى أوروبا. لذلك ما جرى لهؤلاء الشبان من قبل بعض الجنود أو الدرك التركي هي عملية إرهابية، عملية إجرامية، ولكن تركيا دولة قانون، ولذلك مباشرة قامت بتوقيف هؤلاء الضباط والعناصر الذين اعتدوا على اللاجئين السوريين. نحن كنا نتمنى من المغافر التركية أو من الدرك التركي بأن يقوم بالقبض عليهم وتسليمهم إلى إدارة الهجرة من أجل ترحيلهم إلى سوريا، وليس من أجل محاسبتهم وضربهم حتى الموت وتعذيبهم حتى الموت وتعذيبهم بشكل بشع جدا. وهذا الأمر هو مدان، والقيادة التركية أدانت ذلك وقد قررت مباشرة توقيف الجنات وتوقيف الضباط الذين ارتكبوا هذا العمل المشين، العمل المدان. تركيا دولة قانون، ولذلك لا خوف على أي مواطن داخل تركيا من أجل محاسبة المعتدى عليه. ولذلك نحن نتمنى من اللاجئين السوريين أن يتوخوا الحذر بعملية الدخول على شكل التهريب. هناك عصابات لتهريب البشر هي تكذب على الشباب على أنهم قد اشتروا العناصر أو الدرك أو حرس الحدود، ولكن هي كذبة من أجل الحصول على الأموال الطائلة وبعد ذلك دفع الشباب إلى المهلكة وإلى القتل وإلى التعذيب. وهذا ما حصل مع هؤلاء الشباب الأبرياء العزل. الرحمة على الذين توفوا والشفاء للذين تعرضوا إلى إصابات، ونحن أملنا كبير جدا بالعدالة التركية بأن تأخذ مجراها.